أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا لو
مغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر ليحق الحق ويبطل الباطل ولو
صدق الله.